بنسوي انشيلادة حوطية. السلام عليكم، حياكم الله ويا هلا بالعرين يا جماعة. اليوم نبي نصلح الانشيلادة المكسيكية لكن بطريقة اهل الحوطة. شلون؟ ما ندري، بتجي كذا خن الطعم ونكهة مرة خرافية. يلا هنب بنسوي انشيلادة حوطية. الفكرة شو بنسوي؟ بدال التورتيلا نبي نحط القرصان، حلو، بعدين نبي نحط عليه الكشنة هذه اللي دائما تصير فوق المرقوق، فوق القرصان اللي يحطونه أهل الحوطة، أهل الدلم، ترى مو بالحوطة بس حتى إيه أهل نجد تقريبا، حتى سدير حتى قصيم يسوونه. ما احنا مصلحينه بلحم اليوم، نبي نجرب الصلحة بمقلقل دجاج. أبي أحط السمن عشان نبي نحمس البصل ثم نحمس الدجاج. العب جاهزين؟ بسم الله حمسها كفتي؟ يلا كم نحط الدجاج؟ نحطه كامل؟ ما حمسنا الحمسة، شوف شلون حلو. غير اللون، طلعت ريحة البصل، ما نخليه يحترق مرة. نزل الدجاج، زود الزيت، حط الزيت، تمام. بهارات والملح، هذه بهارات كلها إيه. يلا زيدها بعد. الله 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 الله، نزل عليها صوص كذا خفيف بس ساقيها صوص اللبن، بس نحطها شويه دقيق وسمن، هذا يكون فاينل على الودنة. اول شيء نحتاج سمنه، ونحتاج لبن، ونحتاج دقيق، ونحتاج كمون ورشه ملح. ملح ملح، يلا جيب كم ملح هذا. يلا كذا هذا يكون جاهز. هذه الودنة، ودنا ها، هذا الدقيق. حلو، الحين نحط الدقيق. دقيق هذا حق الودنة. ايه، حركة على البارد. حلو، تمام. وبزيد كل ما احرك شوي ازيد، خليه نربط يعني لين ما يربط معاي. حلو، الشيء اللي انا ابيه. ممتاز، قوام يكون زي قوام الشوربة بالضبط، انا اكون راضي عنه. ما يكون ثقيل، ما يكون خفيف مره. اهم شيء رضاك والله. حبيبي حبيبي، تمام. حلو، كذا كون جاهزين. حط ملح، رشه ملح، ها، حط لي كمون. كمون وش انت كل بس وانا اسوي بس 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 بس, 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 بس. حط لي كركم. كركم ابوها هذا الكركم. بس 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 بس, بس. الان شبه انها جاهزه، بحطها على النار تقريبا 5 دقائق بس، ما خليها تقلب واستمر بالتقليب. طيب الحين خلاص السمنه ذابت، خلاص السمنه ساحت، اجيبها لك. طيب سويها، بنزل السمنه هنا. اي حط، تصير حاره. اي كويس كله. لا بس 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 بس. الحين بعد ما خلصنا نبي نصفطه بالطريقه ذي، ونصفطه كذا علشان نبي نقصه قص. واو، ايش الالوان طلعت حلوه داخله. ترى غاز كم بقى؟ الله يرضى عليك. لا تخاف عليه، والله ما عليك، مره طيبه. خلاص الحين صار كل شيء عندنا جاهز ان شاء الله. هذا الخبز، نقول وينك يا خبز؟ بسم الله. عندنا الدجاج، الخضار جاهزه، والبصل. اول شيء بنسويه ابو عبد الله البصل، طريقة الكشنة، ترى الكشنة العادية. بريك طريقة إن شاء الله أنها تكون توب التوب. شوف، نبي نغطس القرصان بالمرقة. أوكي، تغطيسه تليين معانا شوي، تليين وتبدأ تأخذ على قولتهم مجراها من الحياة. ثم نبي نأخذ من الكشنة هذه كشنة بصل، معها ليمون أسود، مع يعني بعض الأشياء مسمنة. نبي نحط النص تقريبا، هذه خلاص النص الحين. ثم نبي نقلبها كذا، ممتاز، نقلب على اخته. صارت خلاص بالطريقه هذه الحين، كويس. الحين نبي نجي هنا ونصف الدجاج هذا المقلقل كامل، بعدين نبي نحط شوي من الكوسه، ثم نبي نحط بيض دجاج، ما احنا مكثرين. ما احبهاش. يلا نرجع البصل الزود. اقرب مالها قرصان، صح؟ هي قرصان بس لا قرصان طريقته حط مسمى قرصان بس لا لعبنا بالمسميات شوي وكذا. الحين نبي نصفهم كلهن بوقت واحد كذا، نبي نحطهم كلهن، بعدين نبي نوريكم اول باول شو بنسوي. سهله سهله سهله، ما يبي له شيء. نظبط الثانيه، يلا
سهلة. الحين صار عندنا الطبق جاهز ممتاز. نبي نحط الحين تقريبا الربع مرقة تحت، بس نبي نرشه فوق كذا عشان تتشرب كله. شايفين يا سلام، ليش؟ عشان ما تنشف. ايوه تصير زي القرصان، حتى اذا خلصنا بالاخير ما راح تصير سندويشات، المفروض انه بتصير مرطرطه لان توكل اما باليد او توكل بملعقه، ما راح توكل زي السندويشات ابدا. ما شاء الله تبارك الله. هذه اتوقع انه بتصير زي نظام البشاميل تمسك. طبقنا صار جاهز، نبي ندخله جوه الفرن مسكر شوي ثم نبي نفتحه عشان يتقمر. و 10 دقائق اقل ان شاء الله من 10 دقائق. نقول بسم الله. بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم. ما شاء الله تبارك الله، هذه طلعت جاهزه من الفرن ابو عبد الله. وهذا السمنه جاهزه. يلا السمنه اديها طشه. سمن غنم بلدي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما عليكم السمن ترى شيء طيب شيء طيب. طيب نقول بسم الله. بسم الله. نبي نشيل الاولى، طبعا كل واحد المفروض تصير له مثلا قطعه واحده، ياكلها بملعقه، ياكلها بيده، ياكلها باللي يبي. يتصرف. ممتاز، يتصرف زي ما بده. ايوه يا ابو عبد الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. حتى لين تجربها. احنا جربنا الدجاج، بهارات الدجاج والصوص كان كله كويس. لا لا صدق. اذا مكسه ما جاز لي، انا بقول ما جاز لي. ترى عادي تصير كل شيء زين، لكن اذا مكسته ما تطلع ذيك ال... خلاص خلاص. خلاص. انا احط شويه منها. شو اسمه هي؟ صوص. صوص؟ شو يسمونه؟ الغضب ودنة. الودنة. ودنة. 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 خلاص هذه جاهزة. يلا ابو عبد الله حانت لحظة شنو؟ تجربة. تجربة. شوف أنت دام إنك من البداية تقول الكلام. صراحة. أدري ليش؟ أدري ليش؟ يعني قصدي ما كلامك وتقييمك ما ي... لا بالعكس. لأن الدجاج احنا اللي مسوينا والكشنة احنا اللي مسويناها. الوضع. الوضع لا والله. والله الوضع يستاهل. بسم الله انه تستاهل كل دقيقه اقسم بالله اشتغلنا فيها عليها ابد. يعني قرصان قرصان بس له نكهه حلوه حلوه، طريقه جديده جميله جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا بالنسبه لي مستمتع. المره الثانيه اللي بغيت اسويها بصلحها نفسها بس بلحم. بكرر ان شاء الله التجربه. هذه فايده العرين اقدم لكم شيء تستفيدون منه. ليش لا؟ الشيء اللي مو زين نقول عنه مو زين. فات العرين ليش لا؟ صح. انا بصلح ثاني مره طبشة السمن اللي حطها الاخير بحطها شويه. واجد؟ يا اخي كثرت بس انا الحمد لله ممتازه. شكرا لك ابو عبد الله، شكرا لكم، جربوها خذوا كلامي تراها زينه تنبسطون عليها. يا هلا.